15 يوليو كل عام نظمت جمعيتنا صالون الولائي الاول التحسيسي التوعوي لصاله الاطفال، وهذا الصالون امتد على 3 أيام من الخميس الى السبت من اجل رفع مستوى التوعيه والوقايه من صاله الاطفال. هذا الصالون موجه لكل مجتمع وخاصه المجتمع الصيفي. هو الصالون الاول في على مستوى الولائي والوطني، المهمه تاعو هو توعيه المجتمع من اخطار هذا المرض، وان كان يعتبر هذا المرض هو مرض كما نقولوا يمكن التحكم فيه بالعلاجات المختلفه. الحاجه اللي نحرصوا عليها واللي نطلبوها من المجتمع انه يحرصوا على اطفالهم، يحرصوا على اكتشاف المرض في اوقات مهمه. احنا كدورنا كاخصائيين نفسانيين دور جد مهم. اخصائي النفسي عنده علاقه وطيده مع الاولياء، راح تكون علاقه طويله المدى، مش علاقه سطحيه، علاقه عميقه. الطفل المصاب بالسرطان يحتاج رعايه، يحتاج تكفل جيد، وهذا التكفل ما يديروش اي اخصائي نفسي، لازم الاخصائي النفسي يكون مؤهل، يكون مؤطر.